جدا النهارده بوجودي في هذا المصنع، مصنع جديد بيقام على ارض مصر باستثمارات مصريه مجاريه، الجانب المجري 60% والمصري 40%. والحقيقه اكتر حاجه يعني انا مهتم بيها في هذا المصنع انه بيصدر 60% من انتاجه. الحقيقه حاجه تفرح، واستثمارات حوالي 100 مليون جنيه، وبيوفر في فاتوره العمله الصعبه في مجال الاجهزه الطبيه واجهزه المحاليل. هي حاجه تشرف، المستوى اللي شفناه في هذا المصنع حاجه ايجابيه جدا، تدل على ان الصناعه المصريه الحقيقه مستواها ما بقاش مستوى عادي ولكن مستوى عالمي ينافس الصناعات العالميه. وعلى هذا الاساس ايضا او الشركات العالميه بتفكر وبتيجي وبتستثمر في ارض مصر عشان تكون مصانعها مركز انطلاق ليها سواء للشرق الاوسط او للقاره الافريقيه. فالحقيقه انا فخور جدا، يعني الحقيقه الحمد لله الفتره اللي فاتت افتتحنا عده مصانع وكلها مشرفه، وكل مصنع فيهم في نقطه مضيئه مختلفه، اللي صادراته كبيره، اللي استثماراته كبيره، اللي بينتج حاجه ما هياش موجوده او بتوفر في فاتوره الاستيراد. انا فخور بالصناعه المصريه، وان شاء الله حاسس ان الفتره الجايه هتشهد انطلاقه كبيره جدا اقتصاديه، وبالذات ان شاء الله مع الهدوء السياسي، والصناعه تكون قاطره مهمه جدا للاقتصاد المصري ان شاء الله. الاستثمار الاجنبي موجود وموجود مع دول كثيره جدا، ولعلي كنت في جوله اوروبيه لتحفيز الاستثمارات الخارجيه، ومعانا مجموعه من رجال الاعمال ينتموا لصناعات مختلفه وتيارات سياسيه مختلفه، كلنا رايحين برساله واحده حتى وان اختلفنا سياسيا، احنا متوحدين على اجنده اقتصاديه واحده ومتوحدين على مصلحه بلدنا، واحنا عايزين نجلب اكبر استثمارات ممكنه. مصر بتمثل فرصه كبيره جدا للاستثمارات الاوروبيه، وبالذات دلوقتي، وانا بقول بالذات دلوقتي ليه؟ لان اوروبا بتعاني من منافسه شرسه جدا جايه من شرق اسيا، والمنافسه دي بتخلي الشركات الصناعيه يا اما يبقى عندها مشكله انها ممكن تقفل ابوابها لان عناصر التكلفه هناك رخيصه جدا ولا تستطيع المنافسه معاها، او تبتدي تعمل شراكات في دول زي مصر كل عناصر التكلفه المعقوله موجوده فيها، وهي في نفس الوقت اسواق بتنمو بشكل كبير، وفي نفس الوقت مرتبطه باتفاقيات تجاره حره مع اسواق كثيره جدا، معدلات نمو للاسواق عاليه زي ما احنا شفنا اسواق اوروبا النهارده ما فيهاش تقريبا معدلات نمو، بل كثير من الاسواق معدلات النمو فيها سالبه، انما مصر احنا معدلات النمو زي ما قلت الصناعي 3% ومش راضيين عن كده، وبنقول احنا عايزين نوصل ل 4 و5%. فأنا شايف إن دي فرصة كبيرة جدا لتعاون وشراكات حقيقية ما بين الشركات المصرية والأوروبية في الفترة القادمة. عندنا حزمة مساعدات وحوافز للصناعات المختلفة، عندنا دعم صادرات بيصل إلى 10%، والآن إحنا شغالين على يعني إعادة هيكلة هذا الدعم لإعطاء مزيد من الحوافز تحديدا للشركات المصدرة. عندنا دعم للمعارض الخارجية، عندنا دعم للشحن، عندنا كثير من المساعدات اللي بنقدمها. خدنا قرارات عديدة في تسهيل الإجراءات، إجراءات الرخص خاصة السجل الصناعي. النهاردة السجل الصناعي اللي كان بياخد شهرين وثلاثة بقى بيطلع في 48 ساعة. عندنا إجراءات تحفيزية في موضوع الأراضي، النهاردة أعلننا عن 1692 قطعة أرض في 10 مدن صناعية، وأيضا خصصنا مساحات كبيرة منها للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحقيقة كان عليها إقبال كبير جدا، وخصصناها أيضا بأسعار رخيصة يعني أو رخيصة نسبيا وتحفيزية، خاصة في المناطق اللي احنا عايزين نشجعها زي الصعيد. وزي ما أنا بقول انتهى عصر التهميش لهذه المناطق زي الصعيد وسيناء، الفترة الجاية تشهد فيها تنمية كبيرة جدا إن شاء الله، والصناعة تكون قاطرة من قاطرات هذه التنمية.